ديالهم. زومينا بغيت فقط انني نحييكم لانكم طيله مراحل السباق بينتوا على انه السن ماشي حاجز باش الواحد يوصل. انتم اكبر فريق في هذه المسابقه، وصلتوا للعلم الاحمر ووصلتوا السباق ووصلتوا حتى لعندي. العلم الاحمر في المرحله التاليه من السباق كان من نصيب محمد وامين اللي بالاضافه للعائق اللي كان عندهم زادهم العلم الاحمر اللي هداه لهم في الاصل هشام وصفاء اللي ربحوا الحصانه هذا الصباح وربحوا كذلك معها العلم الاحمر، وفضلوا انهم يهديوا العلم الاحمر لمحمد وامين. محمد وامين، بغيت اولا نسولكم على العائق اللي كان عندكم طيله السباق. ما كانش سهل عليكم بالطبع انكم تدوزوا هذا السباق كامل بهذاك العائق. بغيت نعرف كيفاش مر السباق عندكم. عندنا صعيب شوي دابا مع لوتو ستوب، كاين فوا شي واحد تيشوف معنا لونديكاب ما تيقدش يوقف. كنبغي نذكر فقط بانه هذه المرحله ممكن تكون اقصائيه، انه الفريق اللي غادي يوصل في الاخر غادي تنتهي المغامره بالنسبه ليه، وغادي يغادر المسابقه وما غاديش يكمل معاه. ندوزو الان اللحظه اللي كنتظروها جميع، وهي الترتيب. المرتبه الاولى للفريق اللي غادي يفوز بها غادي يربح القلاده اللي كتبلغ القيمه ديالها 20,000 درهم. القلادة الأولى كان فاز بها حكيم وهند، القلادة الثانية غادي تكون من نصيب الفريق اللي وصل الأول. الفريق اللي وصل الأول في هذا السباق نزهة ومينا. احنا بدينا ان شاء الله تنجمع شويه الفلوس باش نوصلوا للهدف ديالنا، ونتمنى تكون هذه غير بدايه ونستمروا هكا في تحقيق هذه النتائج. واحد الوقيته نهارينا ولينا كنقولوا نبحثوا غير على الصفوف ديال الاربعه خمسه سته، نبقاو وسط السباق باش نواصلوا المغامره ونكتشفوا هذا البلد الجميل. اما باش نوصلوا للقلاده هذه ماشي دابا، بقنا مخطين لها من بعد ان شاء الله. الله زاومينا، تبارك الله عليكم، خليكم في هذا الايقاع هذا. ميرسي بوكو. تبارك الله عليك. ميرسي. المرتبه الثانيه يونس وسناء، في المرتبه الثالثه من هذا السباق هندو حكيم، في المرتبة الرابعة سيو البوري، في المرتبة الخامسة صفاء هشام. قولينا ثلاثة ديال الفرق هما راشد وعبد السلام، قمر وغزلان، ومحمد وأمين. في المرتبة السادسة رشيد وعبد السلام. قولينا جوج ديال الفرق، قمر وغزلان ومحمد وامين. في المرتبة السابعة محمد وامين. قمر وغزلان اللي ما كملوش في الاصل السباق، بالتالي ما وصلوش اصلا في المرتبه الثامنه. قمر وغزلان خداو قرار الانسحاب. من بعد عام ديال الصداقه اللي جمعت قمر وغزلان، جا القرار ديال المغامره باش يعرفوا علاش قدرات بلا ما يتخلاو على الضروريات. في لافاليز ديالي اللي غادي معايا الكومبيتيسيون غادي يكونوا بزاف ديال السباب، بزاف ديال الحوايج. ومن اللحظات الاولى ديال السباق قمر وغزلان غادي يبداو يحسوا بقيمه داك الشيء اللي جاو على ودو، وكل دقيقه كانت كدوز في السباق كتخلي الصحابات يزيدوا يتخوفوا من داك الشيء اللي تابعوهم، خاصه من بعد يوم ما كان سهل في داكار. On s'est senti incapable de faire quoi que ce soit. زعما كاين كيجيك واحد كتحرك الضيف. ما كناش متخيلين غادي ناخذوا هاد الاكسبيريونس كامله. كنا خديناها على ليجير. صعيبه شويه القضيه، حاولنا نكملوا، مي سي دوماج ما قدرناش. كملت المرحله الاولى اللي طلبات من قمر وغزلان بزاف ديال الجهد، وكان خاصهم نفس جديد باش يدخلوا للمرحله الثانيه، ولكن المغامره غادا تسالي هنا.
On n'a pas pu continuer parce que on est vraiment fatigué. C'était juste impossible de continuer pour nous. قمر وغزلان أعلنوا الانسحاب ديالهم من المغامرة، وكل واحدة فيهم معتزة بداكشي اللي قدرت تحقق في 4 أيام ديال السباق. قبل لو فات أنني كوميديان في بلادي مزيان، ولكن مجيت للسنغال وقدرت نضحك كبار وصغار ألوغ كو مكيفهموش الهضرة ديالو وأنا مكنفهمش اللغة ديالهم، سيتي جينيال. المهم هو اللي أنا وغزلان جينا صحاب، رجعنا أكثر من صحاب. غزلان كنشكركم على المشاركة ديالكم. بغيت فقط نذكر بأنه في مثل هذه الحالة يعني في النهائي الظرف الأسود هو اللي كيحدد واش المرحلة إقصائية ولا لا. في هذه المرحلة بالذات كان عندنا استثناء لأنه قمر وغزلان اللي فضلوا أنهم ينسحبوا. الظرف عند هندو حكيم، نطلب من حكيم باش يعطيني الظرف. كما كتلاحظوا الظرف مازال مسدود، ما عرفناش واش فيه مرحلة إقصائية ولا غير إقصائية. ما غاديش نحلوه، وغادي نعطيوه الفريق اللي فاز اللي هو نزهة ومينا اللي غير احتفظوا به حتى نهاية المرحلة الثالثة. مينا غادي تخليو عندكم وغترجعوا عليا من اللي نطلب منكم في نهاية المرحلة. قمر وغزلان غادي تنسحبوا وغتنتهي المغامرة بالنسبة لكم. قمر وغزلان غادي تغادرونا دابا. المرحلة الثانية كانت مليئة بالمفاجآت. المرحلة الثانية وقعوا فيها أحداث اللي أثروا على السباق، أحداث اللي زادوا بالسباق الأمام. قمر وغزلان انتهت الرحلة بالنسبة لهم، والمسابقة مازال مستمرة بالنسبة لكم كاملين. المرحلة الثالثة غتكون أشد وأصعب. فريق منكم غادي يغادر المسابقة في المرحلة الثالثة. كنتمنى لكم حظ موفق، وكنتمنى انكم تحافظوا على الروح القتاليه اللي بديتوا بها داكار فاس اكسبريس. تلقاو في المرحله الثالثه. الاسبوع المقبل من داكار فاس اكسبريس الفرق 7 غادي يعيشوا اخر مرحله في السنغال باش يقلبوا على تذاكر العبور لموريتانيا. مرحله مليئه بالمفاجات، خاصه فاش غادي يعرفوا المشاركين ان خصهم يقطعوا 20 كيلومتر وسط الصحراء بالميل، اول حصانه وسط قريه ديال البلاد.